ومن غزة ينضم إلينا مراسلنا حازم البنا. حازم، أهلا بك. للأسف يبدو أن كورونا تطل برأسها من جديد في القطاع. نعم، مساء الخير. هذا صحيح، في الواقع أن قطاع غزة يعيش معركة ثلاثية الأبعاد. أولا، ما جرى مؤخرا وحديثا من انتشار فيروس كورونا داخل السكان، داخل التجمعات السكانية في قطاع غزة، بعيدا طبعا عن المصابين داخل أماكن الحجر الصحي. هذا الأمر يعني بطبيعة الحال أدخل غزة في دوامة جديدة من المعاناة، وأيضا التدهور السريع والتهالك في المنظومة الصحية بفعل أعداد الإصابات. نلاحظ كل يوم ازدياد في ارتفاع أعداد أو اكتشاف الحالات المصابة في التجمعات السكانية في قطاع غزة. هذا بطبيعة الحال يضفي عبء كبير، خاصة في ظل أجواء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد المتواصل بين الفصائل الفلسطينية وبين جيش الاحتلال منذ أيام طويلة وأسابيع. ونحن نلاحظ بأن شدة هذا الحصار الإسرائيلي يشتد، وجهود الوساطة حتى اللحظة لم تنجح في فكفكة سلسلة هذه الحصار على قطاع غزة. وأيضا كل الجهود من أجل يعني إنعاش الواقع الاقتصادي بفعل ظروف حظر التجوال، وأيضا إغلاق إسرائيل للمعابر والبحر، وكل هذا الأمر يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. ربما تصريحات منسق الأمم المتحدة نيكولاي مولودونوف اليوم الجمعة تحدث بأنه غزة تمر بتدهور سريع جراء استمرار هذا الحصار، وأيضا يعني التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وأيضا يعني تحدث بأنه يعني لا يظن بأن جهود الوساطة ستنجح في الوقت القريب، وهو ألمح إلى أن القطاع ربما يدخل في جولة تصعيد. هذا هكذا قال، أن الشك يراوده في أن غزة ربما تدخل في جولة تصعيد، على اعتبار بأن إسرائيل تريد معادلة الهدوء مقابل هدوء، وليس كما يعني تطالب الفصائل الهدوء مقابل فك الحصار. سمعنا ربما حديثا بأن إسرائيل عرض على الفصائل الفلسطينية من خلال الوسطاء المساعدة في يعني مواجهة فيروس كورونا، ولكن بشريطة وقف إطلاق البالونات الحارقة وأيضا الصواريخ، ولكن بطبيعة الحال الفصائل رفضت هذا الأمر، وما زالت تصر بأن وقف البالونات والصواريخ يتطلب رفع كامل للحصار الإسرائيلي. وسمعنا خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية اشتراطات حماس والفصائل في غزة لرفع الحصار، لكن في كل الأحوال الظروف الإنسانية في قطاع غزة نتيجة فرض حظر التجوال ووقف يعني حتى الآن الصعوبات في وصول المواطنين لأماكن الغذاء أو تحصيل رواتبهم، كل هذا الأمر شكراً. وأيضا الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في قطاع غزة، كل هذا يزيد من الأزمة. وهناك تدخلات من أكثر من جانب، سواء من الصليب الأحمر أو حتى ما ألمحت له الحكومة الفلسطينية بأن هناك وفد وزاري قريبا ربما سيأتي إلى قطاع غزة ليطلع على سير تطويق الوباء في قطاع غزة. نعم، حازم البنا مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا لك.